اوكي حبايب، قبل ما ابدي المقطع عندي طلب بسيط، اتمنى ما تخجلوني يا حبايب. راح احط لكم رابط قناه بالوصف، اريدكم كلكم تروحوا تشتركون بها. قناه شخص حالتهم شويه صعبه، اتمنى يا حبايب تدعموهم وتساعدوهم ان يحققون حلمهم ويصيرون يوتيوبر، وتساعدوهم يا حبايب انهم يعيشون. فرابط القناه بالوصف يا حبايب، اتمنى الكل يروح يشترك عندهم، ما حد قصرون يا حبايب، ادربيكم. وبس كمل المقطع. الخبر اول اللي عدنا عن نور مريا حبايب وكشف الحقيقه انه هو السارق. فكره البرنامج مالته يا حبايب اثنين في الخلاط، مثل ما تعرفون يا حبايب فكره البرنامج انه هو يجيب ضيف يصير يسأل كم سؤال، بعدين ينتقلون الفقرة اسمها اثنين في الخلاط، من واحد يسأل الثاني أسئلة شوية محرجة وشوية صعبة، واللي ما يجاوب يختار شغلة معينة ويحطها بالخلاط، وبنهاية المقطع هم يخلطون هذا الشيء ويشربوه أو ياكلوه. فهذه الفكرة يا حبايب طلعت مسروقة من شخص تركي اللي هو هذا الشخص طلع قدامكم، اللي عنده قناة باليوتيوب بها حوالي 300 ألف متابع. نفس الفكرة بالضبط مثل ما شايفين حتى الثمنيلات اللي هي صورة مصغرة نورمار مقلد بهذا التركي، همين يجيبون أشخاص ضيوف ويسويهم نفس الفكرة، وباخر شيء يشربون الشغلة. فكرة يا حبايب بالكومنتات، هل انصدمتوا بحركة نورمار انه هو سارق البرنامج مالته او لا؟ ننتقل حاليا للصبا يا حبايب، تنزلها شوية ستوريات قاعدة توضح بها للمتابعين سبب حذف حلقة الكمين يا حبايب، اللي هي المقابلة اللي سوتها هي احمد ابو الرب وهي شخص اسمه الكمين. فوضحت انه سبب حذف الحلقة انه زاوية التصوير كانت نوعا ما تطلعها بشكل غير لائق، بحيث تطلع شوية من جسدها يا حبايب، هذا اللي خلوه انهم يتواصلون ويا الكمين ويطلبون من عنده انه هو يحذف الحلقة مالتهم. ولكن بعض المتابعين صاروا يتهجمون عليها بسبب انه اغلب لاحظ صوت شخير شخص اللي هو شخص احمد ابو الرب يمكن نايم، وهي قاعدة بغرفته وهو نايم، رغم انه انا اشوف انهم مخطبين فعادي صار هذا الشيء. ما ادري صراحة، يكون راح احطكم اللقطة شوفوها. كيفكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام. يعني كثير اسئله امبارح انه ليه حلقه كمين مع ايمن انحذفت، فحابه اشرح الموضوع بشكل مختصر. بدي احكي لكم انه صراحه الحلقه كثير كانت حلوه، ومن اكثر البرامج اللي استمتعت وانا بصور فيها، وايمن كان سفاح البرنامج تبعه سفاح، وحتى اي حدا حضر الحلقه راح يشوف قد ايه كانت حلوه كثير وكثير عجبتكم. بس سبب حذفها الاساسي انه كان في لقطه، ويعني هاي اللقطة كانت بتحدي من التحديات، زاوية التصوير كانت مبينتني بطريقة معينة، ممكن كتير ناس تفهمها بطريقة غلط، ولكن بالمرة وما كان بدي أبدا الناس تشوف هاي اللقطة وتفهمني بطريقة سلبية أو طريقة غلط. فعطول اكتشفت إنه كان في شغلة يعني غلط بطريقة ما، فرحنا وحكينا، لأنه أنتوا بتهموني، لأنه لازم أشرح لكم، لأنه أنتوا عائلتي، واللي أي إشي بيصير لازم أطلع أحكي لكم عنه، فحبيت أنه أشارككم هذا الموضوع. وفعلا إحنا تواصلنا مع أيمن، وحرام أيمن جدا كان متفهم لهذا الموضوع، وصراحة يعني عطول شال الحلقة. كنا صراحة مفكرين أنه بس نشيل البارت، ولكن توصلنا لحل أنه ممكن نعيد الحلقة مرة تانية، نرجع نصورها من أول وجديد بطريقة أحسن، وعشان انتوا تشوفوها. برجع بعيد لكم يا جماعة، الواحد شو ما كان غلطان عادي بيعترف بغلطه، وحبيت صراحة اطلع بستوري وافهمكم اللي صار، لانه ما بدي تكون ماخدين عني فكرة معينة، او انا ما بدي اظهر بهاي الصورة قدامكم، لانه ما بدي احكي عن حالي ولا اشي، بس انتوا بتعرفوني ستوري اشرح لكم الموقف، وان شاء الله تكونوا تفهمتوا الموضوع. ولا تخافوا، رح ترجعوا تشوفوا الحلقه مره ثانيه معي انا واحمد. ننتقل حاليا القمر طاي يا حبايب وتهجم على نور مار. في القصة كلها بلشت يا حبايب من قبل كم شهر، لما نور مار وقمر الطاي نزلوا هذا المقطع ويا بعض على قناة قمر الطاي، ولكن حاليا المقطع محذوف. فبهذا المقطع يا حبايب نور مار مثل ما شايفين اشترى لها القمر طاي هذه الشفقة او هذه القبعة اللي هي لبستها بالمقطع، ركزوا بها زين، بها الدائرة والمثلث ولونها اسود. فهذه القبعة يا حبايب اشترى لها هي نور مار كهدية. فهي امبارحة نزلت هذا الستوري تقول بي انه هي كانت تعزل ملابسها، فطلعت بعض الملابس وقررت انه هي ترميهم لان هي ما بحاجتهم، ومن بين هذه الملابس كانت هي القبعة اللي جاب لها نور مار. مثل ما شايفين بالسهم يا حبايب هذه هي القبعة، وبنفس الوقت يا حبايب انه هي رمت الفستان اللي راحت به لعيد ميلاد نور مار. وبعدها نزلت هذا الستوري كانت باخيرا تخلصت من ال اللي خصتها الشفقة اللي هي جاب لها نور مار. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بحركة قمر الطاي، وهل هي انتوا ويا نور مار ام ويا قمر الطاي بهذا الشيء؟ ننتقل حاليا لأسو يا حبايب وتنزيل هذا الستوري كاتبه بي قررت اسوي عمليه تجميل. صراحه شيء غريب انه اغلب اليوتيوبر قررين يسوون عمليه تجميل مال انا في هذه الفتره، فما ادري صراحه اكتبها بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وننتقل حاليا لعمر ابو الرب الختام يا حبايب والمقطع نزله اللي قاعد يقول بي انه انس مو رجال، واثبت هذا الشيء عن طريق انه هو راح دبي وعلى اساس يواجه بملاكمه، ولكن انس رفض هذا الشيء وحاول يتهرب من عنده، بالاضافه انه حاول يشوه سمعته. على كل راح احط لكم لقطه يا حبايب الحجه بيها، شوفوها واكتبوا بالكومنتات شو رايكم. اليوتيوبرز هناك انه القصة كلها ترتيب،
عشان يطلع منظره كويس ويطلع منظره مش كويس. فصفى عم بخرب علاقاتي مع الناس هناك، عشان كثير منهم اشخاص دعموا تحدي تبعي لانس ودعموا الفايت، فلما احكى لهم انه القصه كلها ترتيب اتضايقوا. طبعا هي مش ترتيب، هو بس هيك عم بحكي عشان يحسن صورته. لو اي يوتيوبر حاب يتاكد من الموضوع، الشات كامل بيني وبين انس ورجيته للنور ستارز، روح شيكوا معها عشان زي ما بتعرفوا هي ملكه المصداقيه. فغير انه كنت كل شوي ارن له انا بدبي من تطبيقات مختلفه وابصر شو، بعت له وقتها بهدله على الانستغرام عشان جد كنت معصب انه كيف هيك تحكي للناس. فرد علي على الانستغرام واعترف انه جد كان يحكي لليوتيوبرز انه القصه هي ترتيب بس عشان يطلع منظره كويس. وغير هيك حكى لي كمان شغله انه انا بديش انزل معك فايت عشانك مش متدرب بوكسينج. او ما رضى يشوفني وانا بدبي. قلت له شوفني انا هيني بدبي انا عندك، ما رضى يشوف. بصراحه انا كثير مبسوط من هاي السفره عشان اثبت نقطتي بالاخير، انا الشايب حرام فرخ. بوصل حبابنا وصلت المقطع، في ربطه باللايكات عشانكم في هذه المقاطع من مجلس القصص. احبكم وبس، مع السلامه.